لو الحكايه فيها ان فيتو كل ما انتم بتذكروا قلب المصريين الاحرار اكتر، كل ما كان دليل اكبر على قوتنا. احنا ما عندناش اي اجندات سريه، برنامجنا الانتخابي معلن، افكارنا معلنه، وده اللي هنلتزم بيه جوه البرلمان المصري. تحالفاتنا السياسيه هنحددها عقب انتهاء الجوله الثانيه من الانتخابات، هنحددها عقب ما نشوف شكل البرلمان المقبل. ولكن اولويه حزب المصريين الاحرار بمنتهى الوضوح هي المواطن المصري. ازاي نقدر اننا نساعد المواطن المصري انه يهزم الفقر، ان اوضاعه تكون افضل، وازاي نقدر ندعم الدوله دي في كل الحروب اللي بتواجهها، سواء ضد الفقر او ضد العنف والتطرف والارهاب. ده اللي انا كنت حابب اعرضه على حضراتكم النهارده، وانا جاهز لو في اي اسئله عن الموضوع.